البنات قبل ما نبدا الفيديو فغادي ندوزو ان شاء الله الرحمن الرحيم في ضمن سلسله ديال دعم القنوات. اليوم غادي نخلي لكم واحد القناه اللي هي باي بوتي فاطمه الزهراء ايه، اللي واحد القناه اللي غزاله غزاله بزاف، وعندها واحد المحتوى اللي هو رائع كما كتشوفوا. عندها كدير يعني محتوى متنوع، وصفات تجميليه، وصفات طبخ، يعني وصفات الاقتصاد، يعني كتهضر على الاقتصاد. فواحد القناه اللي هي غزاله غزاله بزاف، فكنتمنى منكم تدخلوا عندها وتشجعوها، وكنقول لكم هكا غادي تشجعوا بعضياتكم. فدائما غادي نبقى نخلي لكم ان شاء الله مره هكا واحد القناه، عفوا غادي نبقى نخلي لكم هكا قناه، فغادي نخليها لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم في صندوق الوصف او في تعليق مثبت، فغادي ندخلوا ان شاء الله الرحمن الرحيم وغادي نشوفوا هذه القناه. راهي قناه في المستوى وقناه اللي زوينه زوينه بزاف، والصراحه راه كتستاهل تشجيع. فكنطلب منكم تدخلوا عندها وتشجعوها ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي نبقى هكا دائما مره غادي نبقى ندير هكا دعم القنوات. فغادي نخلي لكم الرابط ديالها، دخلوا عندها وشجعوها. ندوزوا دابا الفيديو ديالنا. مهم بالنسبه للفيديو ديالنا، فاليوم غادي نحضروا الكرعين بالحمص، كيجيو لذادين. فانا خديت هكا كرعين راهما غير صغار، يعني كيبانوا غير صغار، مغسولين من طبيعه الحال ومشوطين. غادي ندوز نحطهم على هكا على داك العظم، هكا غادي نحطوهم حيت الكرعين في واحد الجهه كيكون فيها العظم والجهه تيكون فيها داك اللحم. غادي ندوز هكا نستفهم كاملين في الكوكوط ديالي، وانا غادي نبقى ندير هكا المقادير وغادي نذكر معاكم. هما راه كانوا في الكونجيلاتور يلا جبتهم، يعني مغسولين نقيين يعني كل شيء صافي. غادي ندوز دابا غادي نضيف لهم تقريبا واحد جوج ديال البصلات كبارين، جوج ديال البصلات كبارات صافي. راكم عارفين يعني ما مع غندير الحمص يعني ما كاينلاش ندير هذا بزاف. غادي ندير واحد الضويمه ديال الزعفران، انا كندير في الاقامه ونقول لكم المقادير. غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، الملحه غتقع على حسب الذوق، يعني كل واحد وكيدير الذوق ديالو صافي. وغندير واحد معلقه صغيره ديال سكين كبير، وغادي ندير واحد المعلقه صغيره عامره مزيان ديال التحميره او البابريكا، الفلفل الاحمر يعني كل واحد كيفاش كيسميه. وغادي ندير واحد المعلقه نص معلقه تقريبا ديال الابزار، راكم عارفين الابزار راه حار وعاد عدينا مطحون باقي جديد صافي. وغادي ندير واحد معلقه صغيره عامره ديال الخرقوم البلدي، يعني الخرقوم عرق. وغادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال المركز الطماطم، كتعرفوا ان الكرعين خاصهم يجيو في اللون ديالهم احمر صافي. غندير واحد معلقه ديال المركز الطماطم، وغادي ندير الملون، واللي ما بغاش ما يستعملوش، بالنسبه ليا انا غادي نستعمله صافي. وغادي ندير واحد العويد ديال القرفه او جوج عويدات ديال القرفه يكونوا هكا مويان صافي. غادي ندير انا جوج عويدات ديال القرفه هانتوما صافي. وغادي ندير هاد الحزمه ديال القزبر والمعدنوس. البنات من الاحسن ديروا القزبر والمعدنوس هكا ربيطه، ما ديروهش مقطع صافي. وغندوز نغسل الحمص حتى هو، وغادي نضيفو ليهم صافي. غادي نرمي الحمص تقريبا واحد زلافه كبيره ديال الحمص صافي. وغادي ندير الماء طايب، الماء ضروري يكون مغليان صافي. كتعرفوا الكرعين انهم ما كيتقلاو ما حتى شي حاجه صافي. غادي نحاول نغطي على الحمص مزيان صافي كما شفتوا. غادي نزيد واحد شويه ديال الماء صافي، وغنشعل عليهم على بوطه مهيله ونخليهم يطيبوا حتى يطيبوا لينا وكان على خاطرهم. وكاين اللي تيطيبوهم على الفاخر كيجيو غزالين على الفاخر. المهم اللي تيبغي يطيب الكرعين على المهل راه يطيبهم على الفاخر، راهم كيجيو زوينين. ها نتوما
صافي دابا غادي نشعل عليهم وغنخليهم يطيبوا ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونطلقكم عاد باش نضيف ليهم الزبيب. باقي ما غسلتوش، غادي نفزكو دابا في الماء. نضيف الثومه نسيت ما ذكرتهاش لكم، الثومه ضروري واحد ربعة ديال الريوز كبار، وواحد تقريبا واحد نص كاس تقريبا ديال الزيت. راكم عارفين الكرعين ان كانوا كيكونوا مدمين حتى الكاس لاروب ديال الزيت، زيت البلديه من طبيعه الحال. صافي وغنسد عليهم وغنخليهم حتى يطيبوا لي على خاطرهم. صافي ها هو الزبيب زكتو في الماء، غنخليه يتزاك شويه حتى يطيب ليا الكرعين وداكشي، عاد غادي نضيفوه هو الاخر. المهم خليها في الماء باقي ها مول دوك يطيبو، يعني دابا يبقاو ليا غير صافي غادي يوقفو. غادي نرمي هاد الزبيب هذا اللي كنت فزك من قبل، اللي بغى يدير السكر يديرو، انا ما تيبغيوش ليا السكر، غادي ندير غير واحد شويه وغادي نرجع نسد عليه ونرجع نخليه حتى يطيب ان شاء الله الرحمن الرحيم. صافي دابا غادي ندوز نقلب الكوكوط ديالي، واش تشربت ليا هاد الكرعين، واش طابوا، واش مازال ولا لا، نشوف مشنو. صافي غندوز نقلبهم. صافي هما طابوا، كيبانوا بحال الزبده يعني، طابوا مزيان هادو صراحه، صدقوا زوين، صدقوا زعما هاد الكرعين صدقوا صغار يعني دغيا طابوا، ومع داك الحمص حتى هو كيطيب ما غنعاوش لكم. يا سلام والله القسم الا جاوا معلكين. انا غادي نحطهم في الطبسيل وغنوريكم الشكل ديالهم النهائي كيفاش كيجيو كيفاش جاوا. ايوا راه مع البرد راه قلت لكم راه يصلح لكم هادشي. الكرعين غنحيد هاد الربيع كما شفتوا، انا درت الربيع هكا قبيطه، فملي بغيت نحط هكا كنحيدها هكا، راكم عارفين الكرعين ما كيبغوش الربيع مقطع بزاف، من الاحسن ديروا هكا ربيطه، كيبقى لكم ملي يطيبوا الكرعين كتحيدوهم. انتما كتشوفوا يعني طايبين، كيتحيد لهم العظم كيتحيد، شوف يعني طابوا مزيان. صافي غادي نحط وغادي نوريكم الشكل ديالهم النهائي كيفاش جا الطبق النهائي ديالنا. هانتوما العظوم يعني باش تعرفوهم راهم زعما باش تعرفو راه طابو مزيان. صافي غنحط الحميمصات ومع داك الزبيب. انا درت واحد شويه ديال السكر، اللي ما كيبغيش ما يديروش، اللي ما تيبغيش الحلاوه. صافي حيد داك العويات ديال القرفه اللي كان. دابا غادي نحط الطبق وغادي نوريكم الشكل ديالو النهائي كيفاش جاء الطبق ديالنا ديال اليوم، ونتمنى من الله ينال اعجابكم.
ايوا هذا هو الطبق ديالنا، هانتوما تشوفوا، انا غادي نوريكم كيفاش طابو. يعني غير كتمسيهم، ها كتمسيهم هكا، كتقلبيهم بالمعلقه فقط، طابو طابو مزيان هانتوما كما كتشوفوا، يعني ما بقاوش قاصحين، يعني دغيا دغيا طابو. فاش غنقول لكم البنات، صراحه والله الا لا جو من داك الشر في عفتي، كرعين غزالين جو صراحه والله القسم. نتمنى نتمنى من الله تجربوهم بهذه الطريقه وتردوا عليا الخبر. والله البنات الا جو غزالين هانتوما كما كتشوفوا، يعني ما غنعاودش لكم جو من داك الشيء الرفيع. فكنتمنى من الله الوصفه ديال اليوم كما كنقول لكم تنال اعجابكم، وما تنساوش الا عجبتكم بارطاجوها في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك ولا انستغرام وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، وتبارطاجوها مع الاهل والاصدقاء ديالكم هكا باش تعم الفائده. شاركونا حتى تطبيقاتكم لما لا، ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تكتروا لينا من لي لايك، كتروا لينا لي لايك البنات. واش غنقول لكم، نتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم، ومع وصفه جديده او نهار جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.